التنفيذة شهدت اليوم مسيرة سلمية للعاطلين عن العمل بمشاركة اتحاد أصحاب الشهائد المعاطلين عن العمل بنفيذة والمكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بحق الجهة في التشغيل والتنمية خاصة في ذي المتعنيه المنطقة من بيتالا وسياسة الطرد التعسفي لأبناء الجهة من قبل مختلف المؤسسات. وللإشارة فإنه تم البارح نصب خيمة اعتصام قدام مقر معتمتية تنفيذة إعدادا للإضراب العام اللي تعتزم كل أطراف مكونات المجتمع المدني بنفيذة تنفيذه بتاريخ 26 جانفي الجارية. معز دبش عضو في الهيئة المنظمة للاعتصام وأكثر تفاصيل. تشهد بنفيذة حالة من الاحتصام والتوتر منذ فترة نتيجة تزايد أعداد المصرحين من العاطلين على العمل بما شركة أجريليتو الفلاحية هي صرحت 500 عاملة، مطار نفيذة صرح 300 عامل أصبحوا بطالة، مؤخرا زاد صرح 30 عامل من شركة البيتيا هي تاع المطاعم، وزاد تراكمت معناتها عدد العاطلين على العمل. دون أن ننسى معناتها أنه نفيذة هي أعلى نسبة بطالة في الساحل حسب إحصائيات رسمية توصل لـ 19%. تم معناتها لقاء مع المجتمع المدني بنفيذة ومع رابطة المعطلين على العمل واتحاد أصحاب الشهائد، وتم برمجة إضراب عام بموعد أول لكن وقع تأجيله بعد مفاوضات مع كاتب عام الحكومة، مفاوضات زادة كانت مع وزير الشؤون الاجتماعية لكن ما وصلناش لحتى النتيجة تذكر. كلها معناتها ظلت وعود حبر على ورق، ولهذا تم اليوم برمجة مسيرة تتجوب شوارع نفيذة دعت إليها الرابطة واتحاد المعطلين، كما تم تركيز خيمة اعتصام تحت شعار التشغيل استحقاق أمام مقر معتمدية نفيذة في انتظار موعد الإضراب العام يوم 26 خلال الشهر الجاري اللي معناتها أمضاه الاتحاد الجهوي للشغل بسوسه.